زي ما اتقال على مدى السنين ما تعملش تنميه كبيره فيها، لان كان حجم التكلفه على عشان تعمل بنيه اساسيه في 60,000 كيلو، عايز تعمل شبكه طرق، عايز تعمل محطات كهرباء، عايز تعمل كل الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي واتعرض عليكم، عشان يتعمل على مسطح 60,000 كيلو او على في التجمعات اللي موجوده فيها تكلفته عاليه جدا، وده اللي اعاق التنميه خلال الفتره اللي فاتت. واحنا بنقول الكلام ده عشان يعني نشكل للناس اللي بتسمعنا فهم ووعي. طب انا بقول كده ليه يا دكتور مصطفى؟ انا عايز اقول لكم على حاجه، وانتوا واحنا هي الحرب بتاعت الارهاب خلصت؟ طب ما لغايه دلوقتي في حجم من الشائعات والاكاذيب والافتراءات غير طبيعي، اخرهم الكلام اللي اتقال خلال الاسابيع الثلاثه اللي فاتوا ولا الشهر اللي فات، لما اتقال ان قناه السويس، وكلام يعني انا عارف ان المصريين منتبهين لده ومش هيصدقوا، لكن اتقال كده، اتقال ان احنا بنفكر نبيع قناه السويس، وفي عرض مش عارف ايه، في حتى عملوا لي يعني جمعوا كلامي ده وعملوا منه فيلم كده وخرجوه على ان احنا الكلام ده انا قلته يا محمد، قال لك بتريليون دولار الموضوع هيتباع بايه؟ تريليون دولار هنبيع القناة. بغض النظر عن الكلام دوت كأرقام وكده، انا عايز اقول هتفضل العملية عملية محاولة عرقلتكم، مش انتوا بس، كلنا مصر، مستمرة وهتستمر. وبالتالي احنا محتاجين دايما مش هقول وعينا يبقى موجود، لان الوعي الحمد لله رب العالمين موجود لدى كل قطاعات الشعب المصري، ولو الوعي ده مش موجود ما كانتش الناس استحملت معانا الظروف الصعبة والاسعار الغالية اللي بتمر بيها مصر بقالها اكتر من سنة دلوقتي. وانا بعترف بده لان ده واقع احنا بنعيشه، احنا مش سببه صحيح، لكن في عبء كبير جدا جدا على كل أسرة وعلى كل مواطن مصري دلوقتي نتيجة التكلفة العالية اللي احنا بنعيش بيها.